إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صدق الله العظيم. ودي كانت إذاعة القرآن الكريم يوم 6 أكتوبر الصبح، يوم الحرب. كان يوم عادي جدا بالنسبة للناس في البيوت والشوارع، أما بقى بالنسبة للقادة العظام دول فده كان اليوم اللي خدوا فيه قرار مصيري، القرار اللي غير شكل مستقبل مصر كله. ومن هنا يا أولاد إن شاء الله هنبدأ جولتنا في المتحف الحربي. الجولة دي هتفيدكم كتير جدا في المشروع بتاعكم، المشروع اللي هيتسلم آخر الأسبوع. أديني بقول أهو عشان محدش يرجع يقولي ما قلتيش. يلا بينا. بتعمل ايه؟ بكتب كل حاجة الميس بتقولها عشان أحطها في البروجكت. يا عم أنت بتتعب نفسك ليه؟ ما كل حاجة موجودة أونلاين. إزاي بقى؟ دي معلومات مهمة جدا. سيبني أنا بحب أعملها بطريقتي. طب بس انا هخلص لك الموضوع ده على النت في ثانيه، انت بتحب تتعب نفسك. أنا المرشدة هنا في المتحف الحربي، ودي قاعة من القاعات اللي بنستعرض فيها انتصارات حرب أكتوبر، وده جزء من الأسلحة الحقيقية اللي تم استخدامها بالفعل في حرب أكتوبر. بجد؟ تعالوا يا بنات. أما دي بقى إحدى اللوحات اللي بتجسد العبور العظيم، وهتلاقوا جنب كل قاعة خريطة عشان تحدد لكم الاتجاهات وتتحركوا في المتحف بكل سهولة. لو احتجتوا أي مساعدة أو استفسار هتلاقوني دايما معاكم. احنا متشكرين جدا لحضرتك. خد تعالى بس سيبك انت من الكلام ده، انا خلصت لك البروجكت اهو. صور انت بس كام صوره وحطهم وخلصت. وريني كده. ايه ده، انت كاتب ان مصر واسرائيل اتعادلوا في الحرب؟ طب وايه المشكله يا عم؟ خلينا نخلص البروجكت ونروح. المشكله اننا هنسقط، لان الكلام ده غلط يا عادل. في ايه يا اولاد؟ مالكم؟ ايه اللي شغلكم قوي كده؟ بتتكلموا في ايه كل ده؟ في البروجكت كنا عايزين نسال حضرتك سؤال، هو مين كسب في حرب اكتوبر، احنا ولا هم؟ يا سلام، وهي دي عايزه سؤال برضو يا احمد. مصر طبعا اللي كسبت الحرب. بس الذكاء الاصطناعي وفي فيديوهات كتير جدا على السوشيال ميديا بتقول ان احنا تعادلنا في الحرب. وهو احنا اي حاجه بقى هنشوفها ولا هنسمعها على السوشيال ميديا عادل هنصدقها؟ جرى ايه يا اولاد؟ يعني انتوا تبقوا مصريين وموجودين جوه المتحف الحربي وتروحوا تعرفوا تاريخكم من على السوشيال ميديا واحنا حوالينا كل التاريخ ده؟ مش
مش كنا روحنا الاول الملاهي وبعدين جينا المتحف الحربي؟ يا استاذه سهر، يا استاذه سهر، ابوس ايدك، الصاروخ بيقفل بدري وانا عايز الحق اركب الصاروخ. انا مش فاهم تاريخ ايه اللي انت عايزه تعلميه للولاد. ايه ده، ايه ده، ايه اللي انت بتقوله قدام الولاد ده يا استاذ؟ التاريخ مش لعبه. طبعا هو مش لعبه، انا قصدي يعني ان الولاد دول بسم الله ما شاء الله ولاد اذكياء، يعني مثلا اي حد فيهم هيمسك الموبايل ويكتب. يعني مثلا ما ينفعش ابدا نعرف تاريخنا من على السوشيال ميديا، لان في حاجات كتيره جدا على النت غلط، ولا ايه يا استاذ سمير؟ اللي تشوفيه يا استاذه سهر، خلاص براحتك، اديهم حصه التاريخ اللي انت عايزاها، بس انا جعان ما فطرتش ومش عارف الكافيتيريا هنا فين عشان استناكم لما تخلصوا. اتفضل معايا حضرتك اعرفك المكان. انا متشكر جدا، خدوا حصه التاريخ مع الاستاذ. تعالوا يا بنات، تعالوا تعالوا يا اولاد، شوفوا بقى مصر الحمد لله بفضل ربنا تاريخها طول عمره مشرف، وزي ما انتوا شايفين حواليكوا كده مفيش اي حاجه في تاريخ مصر من حروب وانتصارات مش حقيقيه، بس التاريخ يا اولاد ما بيتعرفش من على السوشيال ميديا، التاريخ بيتعرف من الحقائق، والحقيقه اهي قدامنا كلنا. ثانيه كده، امال ليه في مواقع كتير جدا بتحاول تقلل من انتصارنا؟ لان هو ده يا منا اللي هم بيحاولوا يعملوه، عايزين يوهموكم بحاجات اصلا ما حصلتش. ياما حاولوا يضربونا وما نجحوش، وحاولوا يحاصرونا وما نجحوش، وحاولوا حتى يعزلونا وبرضه ما نجحوش، ودلوقتي بيحاولوا يتوهوكم ويشوهوا تاريخكم وبرضه ان شاء الله مش هينجحوا. لازم يا اولاد تعرفوا تاريخكم كويس، لان اللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل. وعلشان كده انا جبتكم هنا النهارده واصريت ان انتوا تشوفوا جزء من تاريخ بلدكم بعينيكم. طب ممكن حضرتك تحكي لنا اللي حصل بالظبط؟ محتاجين نفهم. ايوه محتاجين نفهم. طبعا يا اولاد، طبعا هحكي لكم، انا هحكي لكم الحكايه كلها من البداية خالص، زي ما ابويا حكاها لي بالظبط، من أول هزيمة 67، كأنكم عشتوها زي ما هو عاشها تمام. ولأن دي حكايتنا ولأن ده تاريخنا لازم دايما نفضل نحكيها جيل بعد جيل. بعد هزيمة يونيو 67 ظن أعداءنا إن مصر خلاص راحت ومش ممكن ترجع تاني. نهار الجيش وخارج قواه نتيجة لهزيمة هو ما كانش سبب فيها، إنما كان أحد ضحاياها. وما اكتفاش العدو باحتلال سينا، كشف عن وجهه الحقيقي باستهداف أهلنا سكان مدن القناة. ما حدش في سويس، كانت النتيجة سيب كل حاجة قلت ملناش غير السلاح والمدفع عشان انتقم واجيب حقي واجيب حق بلدي وحق نفسي وحق شعبي. القيادات الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي بعد الحرب كانوا في حالة نشوة، وإن هم يعني حققوا ما لا يستطيع أحد أن يحققه. Nasser knows that even now Israel is much, much stronger than his forces or all the Arab countries together. مرت الأمة المصرية بلحظات عصيبة. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي. 80% من أسلحتنا ضاع، ما كانش فيه عسكري من السويس للقاهرة، إنما الشعب الأصيل بصلابته بتاريخه طلع في 9 و10 وقال لجمال ابقى مكانك، لا أسلم بالهزيمة ولا يمكن أن تقهر إرادتي كشعب. وهنا بنكتشف المعدن الحقيقي للشعب المصري اللي ما بيظهرش إلا وقت الأزمات والشدائد. طوابير من المصريين تتبرع لصالح المجهود الحربي، وبدأ سلسلة من العمليات العسكرية اللي أكدت للعدو إن وجوده على أرض سيناء وجود مؤقت مش هيطول مش هيطول. عدت فصيلة من الكتيبة 43 صاعقة قدام راس العش، استمرت المعركة حوالي 7-8 ساعات
حصل خسائر كبيرة جدا في قوات العدو. يوم 13-14 يوليو 67 ابتدت القوات الجوية يومين هجمات جوية على القوات الإسرائيلية اللي موجودة في شرق القناة وأوقعت بين خسائر كبيرة. 48 ساعة كان لازم يحصل الاشتباك. وبدأت مصر حرب الاستنزاف اللي كان الغرض منها إعادة الثقة للمقاتل المصري في نفسه وفي سلاحه، وعشان يعرفوا اننا مش ممكن هنرتاح ولا يهدلنا بال غير ما نرجع ارضنا لحضننا من تاني، بدانا مجموعه من العمليات المتتاليه جوه ميناء ايلات. ليله 15-16 نوفمبر عملت هجوم على السفينه هيدرو. المجموعه الثانيه برضو حطوا الالغام بتاعتهم ورجعوا. المجموعه الثالثه دي اللي هي مكونه من لازم اول نبيل عبد الوهاب والرقيب محمد فوزي البرغوثي. ابتدت اعراض تسمم الاكسجين تيجي على الرقيب محمد فوزي البرغوثي، يا اما يطلع فوق السطح وينجو بحياته او ان هو يكمل وينال الشهاده. فاصر انه ما يطلعش على وش الميه ويكمل. يعني ساعه ما شفت الانفجارات ديت فعلا كلمته زي ما يكون صاحي وقلت له يعني بص شوف فوزي اللي انت عملته بايديك نتيجته اهيت. واستمرت معارك الاستنزاف اللي حققت خسائر كبيره في العدو. فحاول تحطيم معنويات الشعب المصري بتنفيذ مجموعه من العمليات العسكريه في العمق، بس كان رد جيشنا شديد قوي عليهم. وكانت عمليه كمين السبت الحزين اللي أربكت إسرائيل وكان بدتهم خسائر كبيرة رداً على قصفهم مدرسة بحر البعض. تقدمنا هناك وكان بين نقطتين قويتين، نقطة الكاب ونقطة التشينا. هذه العملية يعني كانت الغرض منها إحداث أكبر خسائر بالإضافة الحصول على أسرى بأي ثمن. كنا احنا متوقعين في الأخبار عندنا إن خسائر اللي عملناها في العدو 15، أول مرة نلاقي العدو بيقول إن عنده خسائر 35. وبعد النجاح إنشاء حائط الصواريخ لحماية الأجواء المصرية من الغارات الإسرائيلية، تم إسقاط عدد كبير من طائرات الفانتوم والسكاي هوك وأسر 3 طيارين إسرائيليين، واللي اتعرف باسم أسبوع تساقط الفانتوم. وبعد وقف إطلاق النار وخلال 3 سنين من اللا سلم واللا حرب، ظهرت بعض الأصوات اللي كانت بتشكك في قدرة مصر على إنها تخوض الحرب من تاني لتحرير أرضها. العدو الإسرائيلي كان بيبث من خلال أجهزة الراديو وبعض الوسائل الأخرى منشورات وتليفزيون في محاولة لبث روح الهزيمة لدى الإنسان المصري. لكن ده ما أثرش على استعداد الجيش وتدريباته وتسليحه اللي لم يتوقف لحظة واحدة، وكان سنده خلال الفترة دي شعب بطل، شعب عمره ما فقد إيمانه بنفسه ولا بقدراته وقوة جيشه. في مقالة كان كاتبها الكاتب محمد حسن الهيكل كان بيتكلم فيها عن محاولات الجيش المصري للعبور، هتعرفوا قد ايه حجم القفزة. والله لا ابالغ، مش عشان انا مصري او عشان انا ضابط جيش، لا ده ما كانش ممكن حد تاني يعملها الا الجيش المصري في الوقت ده. دي عمليات بطولية جبارة، أنا ما كنتش أعرف إن كل ده حصل. إيه رأيكم بقى يا أولاد في جيش بلدنا العظيم؟ إيه ده؟ إزاي قدروا يقوموا كل المسافة دي من غير ما يتعبوا؟ ده أنا سباحة وبعوم 200 متر بالعافية. إحنا نفسنا نشوفهم ونقابلهم الأبطال دول، وعايزين نسألهم إزاي كان عندهم الإرادة والقوة والعزيمة دي كلها. ثانية واحدة بس، كل اللي أنتوا قلتوه وكل اللي حصل ده برضه ما بيقولش إن إحنا كسبنا الحرب. صحيح يا عادل، لأن كل اللي حصل ده كانت عمليات تجهيز للحرب فقط. طب وبعدين
حصل ايه؟ حاربنا ولا اكتفينا بمجموعه العمليات دي؟ طبعا يا اولاد طبعا حاربنا، بس كان في ناس قليلين وسط الشعب ما كانوش مصدقين اننا نقدر نحارب ونرجع ارضنا. ناس مش قادره تشوف غير اننا اتهزمنا وبس. زرعوا فينا حاجه اسمها الانتحار القومي. خلونا مش بنصدق حاجه خالص، بنشكك في كل اللي حوالينا وما عندناش امل في بكره ولا حتى بنثق في بعض. ودي حاجه فضلوا يدبروا لها على مدى سنين فاتت ولسه برضه مستمرين. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهار صاحي. البتاع اللي انت مشغله ده ولا طفيه، ما بقالهم 3 سنين عمالين يقولوا هنحارب هنحارب وما بنحاربش. مفيش امل يا نبيل مفيش امل. انت مالك يا جدع انت؟ احنا في محطة اتوبيس ولا اسمع اللي انا عايزه. بس يا حسن ملاش دعوة بيه. مش شايف يا مينا؟ خلاص بقى يا دفعة سيبه في حاله واحنا في حالنا يا جدع. اهدى اهدى يا دفعة، في ايه؟ انت عصبك كده ليه؟ اقعد يا دفعة. اهدى يا حسن انت متصاب، وبعدين فك التكشيرة اللي على وشك دي شوية يا جدع. بحاول يا مينا بحاول، بس انا حقيقي مخنوق ومتضايق جدا. معلش ان شاء الله بكرة ربنا هيفرجها وهتتعدل. بيقولك تتعدل، تتعدل ازاي يا نبيل واحنا مش هنلاقي ناكل؟ ازاي الكلام ده؟ وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصلا انا ليه ابن خالتي شغال في وزارة التموين قال لي ان القمح كله غرق في البحر، مش هنلاقي ناكل يا نبيل مش هنلاقي ناكل. ايه ده؟ معقولة الكلام ده مصر؟ ولادك يموتوا من الجوع. مفيش امل يا نبيل مفيش امل. تعرف يا مينا انا ايه اكتر حاجة مضايقاني؟ ايه يا صاحبي؟ اني نزلت اجازة وانا كان كل حلمي ان افضل على الضفة ويجي اليوم واحارب. ما تستعجلش يا حسن، ان شاء الله اليوم ده هيجي هنحارب وربنا هينصرنا عليهم. ربنا هينصرنا عليهم ازاي والعساكر واخدين اجازات وقاعدين على القهاوي بيشربوا شاي وقهوه يا نبيل؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصلا انا ليه ابن خالتي ضابط في الجيش لسه موصله اول امبارح طالع عمره رمضان. عقبال عندك عمره رمضان؟ ايوه. لا كده ما فيهاش حرب خالص بقى. ما فيش امل يا نبيل ما فيش امل. تعرف يا مينا لو قدرنا نوصل لحل في موضوع العبور ده هنشيلهم من فوق وش الارض. بس هنعدي القنال ونوصل للضفه الشرقيه للقنال. ازاي يا دفعه؟ هنعديها انا وملايين زي جوانا نار، مش هتهدى ولا هتنطفي غير برجوع ارضنا وحقنا. كلنا كده يا حسن كلنا كده، بس المشكله ان مفيش حد معانا، العالم كله معاهم. بس احنا معانا ربنا والحق، غير اهل نفسينا اللي حافظين الارض شبر شبر. هم وجنودنا عندهم استعداد يموتوا علشان خاطر البلد دي. كله هيموت كله هيموت يا نبيل. ازاي الكلام ده؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتش. اصلا انا ليه ابن خالتي شغال في وزارة الصحة قال لي ان في فيروس منتشر اسمه التيتانوس. التيتانوس ده؟ ده فيروس قاتل، عشان كده بيطهروا المستشفيات بالفينيك وبيفضوها عشان اللي هيموتوا بقى. تيتانوس؟ هو انت ما بتقراش جرايد؟ ببيعها بس. يا ساتر يا رب انت وشك اصفر. ايه انا تعبان وحاسس ان انا سخن، انا هاخد اجازه. اجازه ابديه ان شاء الله. ابديه؟ ايوه لما يجوا يطربوها فوق دماغك انت ونبيل. طب وانت؟ انا هروح عند ابن خالتي اللي عايش بره مصر قيمه 50-60 سنه كده لما العساكر يخلصوا اجازات. بس يا حسن ما تخليش اللي زي ده يكون له تاثير عليك. اللي زي ده عمره ما يعبر عن الشعب المصري، وانا واثق في ربنا وفي شعبنا وفي جيشنا واننا باذن الله اكيد هنحارب وهنحرر ارضنا ان شاء الله. هنحارب هنحارب وقريب قوي. ده احنا في رمضان يا نبيل، هو في حد بيحارب في رمضان يا نبيل؟ لا دي جديده دي بقى. عمرك شفت حرب في رمضان يا نبيل؟ لا. الحرب في رمضان هي حرب الشهوات حرب النفس، انما مفيش حد بيحارب في رمضان. يمكن بعد العيد بعد 50-60 سنة كده ربنا يدينا ويديك طولة العمر. بقولك هنحارب. مش هنحارب. هنحارب. مش هنحارب. هنحارب. مش هنحارب. اندلعت العاصفة واشتعل بركان الغضب وانفجر دوي الصمت. خطة خداع استراتيجي عبقري
قدرنا نخدع أعتى أجهزة المخابرات العالمية ونفاجئهم بالحرب. صدات ودي أشويتكوف كابور خدش ودي أشويتكوف كابور شلوشة خدشين ودي أشويتكوف أتصف 71 ودي أشويتكوف أتصف 72 ودي أشويتكوف بتخلات 73 ليتا لنا أترى الملحمة بأنسى 73 بخدش يولي هيو لنا هربا مئود أتراوت على ضوء التوجيه الاستراتيجي اللي اصدره الرئيس السادات بتوجيه ضربة جوية مركزة بواسطة القوات الجوية المصرية ضد الأهداف الإسرائيلية في سيناء، وفي نفس التوقيت تقوم القوات الجوية السورية بتوجيه ضرباتها ضد الأهداف المعادية في الجولان. خلصتش الضربة الجوية إلا وتزلزلت الأرض بين إيران أكتر من 2000 مدفع على خط المواجهة وعمق سيناء. وقتها القيادة الإسرائيلية أصيبت بالشلل مع بدء اقتحام قناة السويس. أول ما ترفع العالم المصري على الضفة الشرقية للقناة بدأ الأبطال بنصب الكمائن واصطياد الدبابات واقتحام النقط الحصينة بخط بالريف، وتوالت موجات الاقتحام خلال اليوم الأول للحرب، وتشلت الزراعة الطولة للعدو أمام قوات الدفاع الجوي اللي قدرت تحقق السيطرة التامة على سماء المعركة. حاول العدو القيام بهجمات جوية لتدمير القوات التي عبرت واختراق مجنة جوي، لكن تصدت لها قوات الدفاع الجوي بكفاءة تامة وأسقطت العديد من الطائرات. أمر الذي جعل بنيامين بلد قائد القوات الجوية الإسرائيلية بأنه يعطي أوامره للطائرين بتوعه بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلو. في وسط الطوفان كانت قواتنا البحرية تمكنت من السيطرة الكاملة على سواحلنا المصرية بالبحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس وغلق مضيق باب المندب عشان تفرض حصار بحري قاسي وتمنع وصول الدعم الإسرائيلي. أما في عمق سيناء انهارت الأساطير تحت أقدام جنودنا خلال عشرات المعارك الأسطورية. لما عبرنا القناة ورجلينا جت على أرض سيناء وبدأنا نتعامل مع دبابات العدو، دمرنا بفضل الله سبحانه وتعالى 27 دبابة أنا والطاقم تاني. يوم 8 أكتوبر مساء استدعاني العميد حسن أبو سعد قائد الفرقة التانية، لما وصلت له قال لي أهلا يا بطل، وجه كلامه لرب عسكرية كبيرة في الجيش الإسرائيلي وقال له هو ده محمد المصري اللي دمر دبابتك. عرفت بعد كده ان الاسير الاسرائيلي هو العقيد عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي واللي تمكن من اسره النقيب يسرى عمارة بعد ما دمرت الدبابة. وكان في بطولات كتير ومعارك كتيرة، منها معركة جبل المر اللي نجح فيها الابطال في القضاء على الموقع واسكات مدفعيته اللي كانت بتقصف مدينة السويس. مركز القيادة الاسرائيلي اللي كان موجود في جبل المر كان له تأثير كبير في الضرب على السويس، فصدر الأوامر يوم 9 أكتوبر بهجم جبل المر ودارت معركة شرسة مع العدو، مما اضطروا إلى الانسحاب. طرق مهداته وأسلحته وتم الاستيلاء على الجبل. معركة الاستيلاء على الموقع العسكري بلسان بورتوفي اللي استسلم فيها العدو على مرأة ومسمع من كل وكالات الأنباء العالمية. في 14 أكتوبر وفي سماء مدينة المنصورة سطرت قواتنا الجوية أعظم ملاحم النصر لأطول معركة جوية في التاريخ. يوم 14 أكتوبر طاقات المرابعة بالنظر بتبلغ إن في 60 طيارة من الطيارات الإسرائيلية جاية من اتجاه البحر لتفادي حائط الصواريخ القوي على امتداد قناة السويس. اشتركت الطيارات المصرية، تم إسقاط 18 طيارة إسرائيلية. قوات الجوية عملوا معركة حتى الآن بتدرس عن 53 دقيقة. المخمة ذات كشة، התנגשויות חריפות ומרירות של יום ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. טעינו, שגינו, חטאנו, ובגלל ההחלטה הזו שלא לגייס, עמד צבא ישראל ב-48 השעות הראשונות ללחימה.
القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. حرب أكتوبر أكدت قدرة الأمة العربية على القيام بعمل عسكري مشترك. أشكر الذين حاربوا معنا بأرواحهم، وأشكر الذين حاربوا معنا بإمكاناتهم، وأضافوا بمواقفهم وتضامنهم قوة رائعة جديدة للمعركة. وكان ده عمره ما هيحصل ونحول الهزيمة لنصر إلا بشعب قوي دايما بيقف ورقيادته في كل الأزمات. شعبنا الذي حرم نفسه لسنوات طويلة من ضرورات الحياة ليوفر لجيوشه المال والسلاح من أجل أن يحقق ذاته وكرامته، ومن أجل أن يحقق النصر لأمته العربية كلها. لا يمكن أبداً أن حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقية. المصريين أثبتوا قدرتهم على تحرير الأرض واسترداد الكرامة يوم الرجال عدوا المحال وسطروا بعطائهم كحكاية شعبهم.